عليكم كي دايرين مع الصحه ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير وعلى خير غير ولفنا هاد المقدمه ديال الكبيدات واش غنديروا الكبيدات ولادي ولادها ولادها اختي ولادها الكبيدات لا يخليكم عليا سنه بنات ودراري وام كاع اللي كيتفرج فيا كنقول لكم نتوما راكم تجراس كبير وصغير تجراس كاع اللي واقفين معايا تجراس بغيت ربي هو اللي غيرزقكم من عنده ايوا الكبيدات اليوم درت العشاء ما تسمحوا لي شو هذا الرزق اما كنت ناويه نصور شي فيديو والله الا تطارت الكوكوت وانا نقول والله تا نشارك مع الكبيدات شنو غادي ندير اليوم العشاء ثم قابلين عليا حيت حاجه زوينه وغادي نفلتها ما نصورهاش ما يمكنش ضروري نصورها المهم كبيدات ديالي شكرا اللي كتدعوا معايا شكرا اللي كتوقفوا معايا شكرا اللي كتوقفوا معايا يعني اي حاجه الله يسهل عليكم غير كلمه زوينه راه فيها حسنه ايوا الكبيدات اليوم انا غادي درت المحمصه بركوكش الوجدي درت بركوكش 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 الوجه هذا نقولوا له بركوكش يعني ماشي بركوكش عادي غير هو باش نصور من الاول ما كنتش ناويه نصور والله العظيم مغرب ماما كيفاش يعني الاخرين كيقولوا المحمصه احنا كنقولوا بركوكش وجده كيقولوا بركوكش مغربي ولكن ان شاء الله مره اخرى غادي نوريكم الطريقه ديالي واقسم بالله كيجي كيهبل ماشي كنشكركم راسي ولكن انا بركوكش راه جيراني هنا واكلينو والله العظيم اقسم بالله راه كيتفرجوا فيا يعني بركوكش ديال اللي كندير انا كيجي خطير كندير فيه الحمص العدس المهم العدس حتى هي الحمص والعدس وكندير هكا لك شي تقيطعات ولا شي حيمه ولا المهم اللي كتب الله باش كتبني المهم حاجه زوينه مع دابا اليوم الجمعه وما درت لهمش الطعام ايوا راه كاليت عسكسو صافي شوهوني على الطعام قلت لهم في الليل انا غادي ندير لكم ان شاء الله عشيوه زوينه صوب الحديده صوب الله هنا هي المحمصه غادي نوريكم الكبيدات الطريقه ديال المحمصه باش ما تعجلكمش الطريقه ديال المحمصه باش ما تعجلكمش المهم نتوما هنايا راه طابت تبارك الله شوفوا شوفوا كي كتبق بقى الكبيدات والله تنهز حيد 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 شوفوا 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 الكبيدات فيها العدس فيها الحمص فيها شحيمه فيها ناري ها العيله شي وحده شهات لي تسكريت تاكلي دابا فيها كلشي تبارك الله باقي ليا غندير المطيشه بالحك ولكن الاول نوريكم الطريقه حيت دابا باش ما تعجلش دابا المحمصه هذه هي كنديرها واخا خليني نوريهم حبيبي حيت كندير لها شويه الزيت هاد الزيت كاين صوب كندير لها شويه الزيت المهم ها انتوما ها المحمصه كي كندير لها الكبيدات المحمصه كنحط فيها الزيت كامل شتو كنلبس ليها الزيت باش واخا تكونو غديرو غير مع الحليب ديرو لها زويته لبسو لها الزيت كنتمنى تقبلو عليا الكبيدات عافاكم بقاو تكتبو ليا بقاو تكتبو ليا شنو ندير لكم شنو نشارك معاكم يعني شي حاجه كتبغيوها نتوما المهم اللي في الاستطاعه ديالي راه غنديرها حيدا غادي هنا باقي ليا هادي هاد المطيشة سنة المطيشة غير شوية كعجبني هاكي هادي كناكلها نيشان هانتوما اللول غادي نديرها بسم الله حيت راه طابت الكوكوط تبارك الله شوفوا البنات وهذا بعد البنات تسالي لها شوفوا الكبيدات شوفوا مطيشه
نلقى شوية الملح قبيلة كنت ضقتها جاتني مسحوسة. الملحة ديما أنا غير القبار شديها كوي الله هانتوما هانتوما شوفو تبارك الله ما كتلصق ما والو اش غنقولكم غادي نخليكم هنا غادي نقص عليها البوطه ونمشي نصلي صلاتي ومن طيب انا غادي نرجع معكم باش تشوفوها الكبيدات ديالي كبيدات هذا الكوكش تاع انا غادي نوريكم هانتوما الكبيدات كي كيجي هانتوما شوف شوفوا تبارك الله سير بلا تجلس جلسوا في بلايصكم سير يا ياسين هانتوما شوفوا تبارك الله تاع كنبغي نحكي لك لا تقولوا وري دوقي دوقي وري المتتبعين هانتوما شوفوا تبارك الله شحال شوفوا المتتبعين شوفوا بالكوش درت فيه حقه من طرز درت فيه السمن هنايا هو جار جارتين ما عنديش السمن والله ما عندي ودابا غادي نحط الحيني دابا غادي نحط هنايا جارتي وهنا لينا ضروري هانتوما شوف بسم الله ياسين اجي الحبيب قبل ما تقص تاكل اجي اجي رانيا كي كدير ولا شوفوا البنات اجي ياسين اجي هزو الرباكات قلت لك ماما قبلي عليها قلت لك ماما قبلي عليها وعندك تسلعي وشوف مزيان صافي هانتوما هانتوما كبيدات ها درت فيها شوية الشحمة كتعدي هانتوما السلام على رسول الله إلى الشهر إلى جا سيدنا ناري حطيت لهم شوفوا شوفوا شحال بقى هاد الكبيدات كون كنت حدايا حطيت لهم في القصة والكبيدات حطيت وسكت حطيت لهم في القصة قلت لها أنا شكرا شوفوا حطيت لهم في القصة باش يبردوا جنونهم اللهم صل عليك يا رسول الله يا سير يلا يلا نمشيو حبيبي يلا الكبيدات خليكم معايا نمشي دابا ليه وقفي من تما من تحت تاب الكوكس ديالنا ها المحمصه شوفوا ناري كيفاش كيفاش ما درتهاش معاكم من الاول ها نتوما هذا الحمص والعدسه هو هنايا ناري ناري بنتي تحلقات ولكن الكبيدات راه ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك و ما نكذبش عليكم كيجي خطير احسن اكله كيجي خطير وكنتمنى لاي حبيبه واي واحد يعني تشاها يقولها لي ويجي عندي مرحبا بكم انتما دابا الكوكش ديالي حنا كنديروه في وجده مراه متولد ديرو 3 ايام ولا في سيد المولود النبوي ولا ضروري هذا ضروري ضروري وهانتوما الكبيدات يلا شكرا لكم وخليكم معايا راني تحرقات ومشات تشرب شكرا لكم وخليكم معايا وقبلوا على اختكم سميه كيف ما هي وديري هكا وجا ياسين اجا اسامه وفعلوا الجرس وديروا اللايكات وهلي خطيكم عليا هادي ديالكم كاملين الكبيدات كاملين كاملين يلا بسلام عليكم فيديو الجاي